شمسه لما يشوف شو مواطن اقول لك شنو عبد الفتاح قادري يا طهر يا طهر اقول لك شنو عبد الفتاح قادري يا حبيبي هالو كان ترجعوا يخي وليه ماضي عليها ثم وكيل جمهورية دقيقة العزاز الغاليين عليا وقتاش هادي وقتاش شفتوها ولا لا شفتوها ولا ما شفتش شفتوها ولا ما شفتش انعام انعام واش قلت لك عليه شفتوا واش قلت لك عليه ولا ما شفتش كيف ما شفتش هذه هضرة انا نعاود لك انا نعاود صافي هكا باش تزيد تتاكد بالمعلومات اللي قالها لك امير دير غير في لا ريشيرش تخرج لك ها روح اكتب هذا الاسم تاعه يخرج لك ها يخرج لك الفوق شو وقت ايش لادات le 19 juillet 2022 تصاور انا غلط زيدك 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 هذا نزيد صاحبي اصبر زيدك بزاف عليكم ولا زيدكم ها دكا راهم يخدموا بيه دروك سون بيتي كامل اللي هدرت لكم عليهم دقيقه دقيقه هم بزاف المناشير اللي ذكرت فيهم عبد الفتاح قادري يا درا يا ابو اسبوع يا درا امير شوف كي بيزي واحد في القرقوره ما فيها زوج هضرات ها هو الطار شفتوا ما شفتهاش اي نعم تستعرفوا ولا ما تستعرفوش تستعرفوا خطره في حياتكم ولا ما تستعرفوش فلا هاو حقك امير خويا هاو حقك هو اللي راه داير هذا البيان ولا ماشي هو صدق ومصداقيه ولا اللي غلط يا اخي انا قلت لكم بلي كاين بضحهم قلت لكم العصابه مجبره بعض الاحيان او غالبيه الاحيان ان تكشف روحها بروحها هما حسبوني بلي انا ما نيش نشوف شكون هو انا في الواقع نشوف شكون واكل الجمهوريه اللي مضى واللي قرر واللي دار واللي استخدموه واللي خدموا به واللي داروا معاه واللي داروا به هذا هو اكبر عصابه هو عبد الفتاح قادري اكبر عصابة وديجا الملفات تاعهم انا مازال ما خرجتهم ديجا اصلا
ديجا راهم هنا مازال ما خرجهم هنا باش تعرفوا كيفاش الدور الروينة ويا بو صبوع كي تبغي الدافع على بو طبون فلازم تعرف واش راه صاري اصلا ماشي غير تخرج غير تسيب طبون قال كلمه ولا تلفزيون سمعت فيه كلمه ولا غير في الجرنان قريت كلمه تجي تخرج تبني عليها وتبدا هاي 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 وانت ماكش عارف ماكش عارف شنو صاري هاني كتبت لكم شكون اللي حطها هذا شكون اللي حطها هوني كتبها لكم ونخبركم من الاول خبرتكم لي اي جناح يعمل واش يعمل راهي في عام راهي في ماشي في عام مابا هي من شهر اوت يعني راك في حوالي 7 شهور لعيت خبرتك لمن يخدم وشكون اللي يخدم عنده وشكون اللي موظف ومن جويلي كنت نكتب عليه جويلي اللي فات ها هو على اليوم راك وزيد هادرين على اصفار التحريات على خروج المعنيه من الشبكه الاجراميه قال لكم مخطط لها بمساعده شبكه اجراميه منظمه لتهريب المهاجرين من بينهم سائق اشرف شبكه منظمه لتهريب المهاجرين على بالكم باللي السريع السريع اللي راهم خاوتنا يحرقوا في السريع ويدفعوا مبالغ كبيره باش مساكين يهربوا من الجحيم ويهربوا من الميزيريه ورايحين الى الضفه الاخرى باش نقولوا باش يجربوا حظهم وكل واحد وهذه الدنيا كل واحد وراه كاتب له ربي رزقه كاين اللي كاتب عليها في البلاد كاين اللي كاتب عليها في 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 فرنسا كاين اللي كاتب عليها في اسبانيا كاين كل واحد وراه كاتب الناس تخرج تجرب حظها على ربي وبعد ما تغلقوا عليهم وتسكروا عليهم كل البيبان اباكم باللي البحريه بقياده عقداء في الجيش وكاين حتى عمداء في الجيش وفي الاختصاص ماشي في الجيش يعني في القوات البريه ولا لا في الغرف لا في المجال تاع البحريه او في سلاح البحريه عباكم باللي يدوا اموال طائله اموال طائله كي تشوف انت يا بوطي خارجه فيه 20 واحد بوطي واحد خارجه فيه 20 واحد وكل نفر كل بنادم كل بوزلوف يدفع 100 مليون راه في 2 مليار 2 مليار على جلده وموتور تاع 125 موتور تاع 125 كيسوى 4 دورو وجلده تسوى 4 دورو والرحله مقيمه بجوج ملاير فبالتالي شكون هما البارونات الحقيقيين في تهريب البشر والبارونات الحقيقيين هم عمداء وعقداء في البحريه وهذو هما اللي يتقاضاو الاموال من عند ما يسمى او ما يسمون بالمهربين تاع البشر عبر الخطوط البحريه اذا تجي تشوف فهم يدفعونا كما نقولوا حنايا لي زامبو ويدفعوا الاموال كبيره باش يخلوا والناس الزواول هذوك اللي تشوفوهم قتلوهم في البحر وقسموا بهم البوطيات وتيروا عليهم وصرفهم مصرفهم القلالين هذوك مساكين ما دفعوش التشيبا وبالتالي يتيروا عليهم ويقتلوهم باش يكونوا عبرة لمن لا يدفع ليزامبو باش يخرج ويدخلوها لك في مكافحة الهجرة وما مكافحة الهجرة نعم لازم تشري الطريق كما قال لك عبدو هايوا تشري الطريق ما عاد من تشري الطريق تشريها من عند ضباط كبار في لامارين اصبحوا يستعملونها كمصدر رزق كمصدر رزق هاد العمداء في البحريه سلام خويا ناس لندن سمعوا عمداء في يعني دي جينيرو في لامارين ودي كولونال في لامارين اللي المقر تاعهم في المرسى الكبير بوهران المرسى الكبير يقع ما بين وهران وعيون ترك وثم المقر تاعهم فوق سردينا نعم إما لهؤلاء الأولى اللي لازم يفتحوا عليهم تحقيقات حول تهريب البشر والهجرة الغير شرعية والأموال اللي راهم يدوا فيها بالقناطير المقنطرة ملايين الدولارات تدخل إذا خرج بوطي واحد بقيمة 100,000 أورو يعني بقيمة 2 ملاير ويخرجوا 10 بوطيات بقيمة 1,000,000 أورو يعني 20 مليار
أموال طائلة مستغلين هجرة وهروب الشباب والناس اللي راهي هما اللي معايشينهم في الميزيرية، هما اللي كلاولهم حقوقهم، وهما اللي جبروهم باش يركبوا في قوارب الموت من أجل أن يصلون إلى الضفة الأخرى باش يوصلوا لأوروبا، لأجل الوصول إلى أوروبا. إذا تكلمنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجانب اللي يتكلموا فيه على حسب البيان الصحفي الصادر عن محكمة أو مجلس قضاء قسنطينة اللي يتكلم على وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة المسمات براوي أميرة إلى التراب التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية لا سيما محل غزة. مهم، أسفرت التحريات عن خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين. هاك تقول بلي شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، يعني هنا تصنف على حسب هذه الفقرة تصنف تهريب المهاجرين هي عملية إجرامية، وصنفت المجموعة هذه صنفتهم أنت كمنظمة إما لا وحطيتهم كجماعة أشرار لأنها فيها ثلاثة عناصر أو أكثر من ثلاثة عناصر على حساب واش تقول. راك تقول سائق سيارة أجرة موظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين بتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ولده. آخرين شكون هما؟ آخرين حابين نعرفهم شكون هما؟ شكون هما هاد الناس اللي تكلم عليهم آخرين؟ روحوا ضحوا بهذا الزواولة دمرهم ساكن في الحباس، زادوا حطوا يماها تحت الرقابة القضائية، وروحين دوك غادي يزولوا يسخنوا الآخرين في البندير ملهيه. والحقيقة كنت ذكرتها الأسبوع بتفاصيلها بتفاصيلها من الألف إلى الياء. هنا دروك المشكلة التصريحات دروك الآن بأسبوع اللي كان داخل في حيط وداخل في روشي ويحايط ويسب فينا احنا وكأنني انا اللي جبتها ولا اللي رفتها في عندي جيت بريفي انا ياك شو عندي طائرة خاصة روح جبتها بها وجيت وكأنني انا روح جبتها بهذه الطائرة الخاصة وجيت. ف الاسبوع الان واش يصدق؟ يصدق الاعلان تاع اليتيمة ولا يصدق عبد الفتاح قادري وكيل الجمهورية؟ واش ماذا يصدق الان بوسبوع؟ لان بوسبوع الان في ورطة، بوسبوع في ورطة. دونك الان بوسبوع فهم باللي امير كان يقول له باللي راك تورط في بوطبون، هذا هو يفهم بوسبوع، هذا هو يرجع لهضرة امير، هذا هو نرجع لهضرة أمير واش كان يقول له باللي راك تحلس فيه ميت وراك حاسب روحك باللي صح راك داير الزينة وراك داير حاجة مليحة وراك داير مانيش عارف أنا واش. ها المشكل وين راه؟ ولكن ما يستحوش وما يحجموش وغدوة من غدوات يعاودوا نفس الشيء ويقعدوا غير يتبعوا وزادمين وما همش عارفين لأنه ما عندهمش أفكار يدافعوا عليها. هلا نزار، هلا كوستاي صابين، ما عندهمش أفكار يدافعوا عليها ولا ما عندهمش حاجة اللي يدافع معهمش مفهمينهم لأنهم خرجوا قالهم خرجوا ومن بعد كي قال لهم الأخرين قالهم بلعوا خراكم في هاد السوجي ما كمش فاهمين فيه ترن فبالاخرهم وراهم دروك ها مانيش عارف انا واش ها الافارقة ها مانيش عارف غير وين يلصق غير وين يلصق اعطيه وين يلصق برك اعطيه وين يلصق دروك من الافارقة مانيش عارف واش مش غراسياس نزار مش غراسياس غير الافارقة ومانيش عارف واش وقاعدين هما لما سلفادور جايين يدعموا فين الاحرار حي الله احرار سلفادور وشكرا غراسياس فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه مسي فاتور راهي فاقت بكم ابو صبع هاو نقعد انا نبهدل فيكم قدام كاع الناس الحمد ربي ما نعرفش نهضر اسبانيوليه مليح يوم كو راهم مجموعه كاع الدنيا راهي راكم يا ابو صبع اللي شمكم يقول اخ واللي يشوفكم يقول تفو اللي يشوفكم يقول تفو واللي شمكم يقول اخ
راكم اصبحتوا عراف قدام الجناس، راهم يسبوا فيكم السلفاتور، راهم يسبوا فيكم من كوريا، راهم وغادي ندور كاع على الجناس، راهم الدنيا كاع كيجبد لهم على بوصبعو كاع يشدوا نيوفهم. ويجيك واحد ولا وحده، تحيه طابون، تحيه طابون، انا اللي مع بلادي، انا اللي مع بلادي، تحيه طابون، انا اللي مع بلادي، انا اللي مع بلادي. وكأن الطبور تطلع اللي يسمعها كيحسب الطبون العربي بن مهدي ربي يرحمه ويوسع عليه، ولا راه يحسبوا عليه لابوانت ربي يرحمه ويوسع عليه، والسيد اكبر بوندي اللي يسمعهم يهضروها كيقول لك بلي هذا راه هذا راه هذا هذا راه حرر، هذا راه حرر وطن. طبون كان عاقد عليه السعيدة جدكم، والله يخلف قولوا باش يجدكم على الاقل، يعني على الاقل قولوا تحيه الاحرار اللي بسبتهم طبون لقاو له كيفاش يصدموه الاخرين وحطوه بوانتاوه. قولوا تحيه الاحرار اللي خرجوا واللي وقفوا للسعيد في صدره. طبون كانوا ملبسينه سترينك في وجهه، طبون كانوا ملبسينه سترينك في وجهه، السعيد بوتفليقه كان ملبس للطبون سترينك في وجهه. شجاعة الأحرار، طبون عمره ما كانش وجع وجه السعيد، كان متذلل ويمد فيها الأويحية ويباصي فيها الأويحية ويقول له عنده خبرة وعنده حينكة وعنده. أما الأحرار الشجاعة تاعهم هي اللي وقفتهم في صدر السعيد وفي صدر كامل العصابة. في ذاك الوقت طبون كانوا لبسين ستريك في وجهه ودير له بريزرفاتيف في فمه، موش قادر حتى يحل فمه. الله يخلف على الرجال والنساء الأحرار اللي وقفوا في وجه العصابة. على طبون كان وقف وقت الحراك خارج وما خرج معهم بطبون، طبون كان معارض، على كي خرج الحراك، خرج طبون مع الحراكيين، خرج دار مسيرة، خرج في البلاكا وقال هذو عصابة، قاعد يقرا القايد ودي بوزيسيون والسلام عليكم. تحيا طبون، انا مع طبون، انا بلادي بلادي، تحيا طبون. وقاعدين زعما يحوسوا بالدراع بالدراع، ما غاديش هذه البغل وما غاديش يأمنكم بلي تلصقوا شخص في وطن، تلصقوا طبون في هو البلاد، وش نقري حال البوال بغيت تلصقوا هو البلاد. وليتو عقاقين، وليتو كاين اللي راه كاين اللي راه اللي راه اللي راه اللي راه اللي راه في الخارج عايشين في الخارج، وتحيه طب روحوا يعيشوا عند جده الحلوف. علاكم هاربين؟ علاكم هاربين؟ علاه علاك هارب في فرنسا وهارب في اسبانيا وهارب في امريكان وهارب في كندا؟ روح عيش عند دار وعند عيش عند جده الحلوف، علاك هارب منه؟ علاك هارب منه؟ روح عيش عنده، هارب منه تحصلوا في خصاويه. هذه كاع ما صراتش، هذه كاع ما تصراش، انت هارب منه وقعد قبض له عراوي تكدد فيهم، روح عيش عنده. تقدرش، لانك راك عارف راك تدافع على الباطل، لانك والبلاد تسقمت. ها البلاد بو 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 البلاد. شفت انت سمحاك تقول انت، انت تقول تقول انت هادو راهم انا نخلع، انا نخلع اخويا، نقول لهم انا تقول الحي الله كيما هكذا. ايه واحد الشونجمون، واحد 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 الشونجمون يديروا يخلعوك. الناس اللي في البلاد يقول لهم راكم من قلبكم، قول لا انا خايف راكم من قلبكم، انا خايف كي راكم تضربوا تحوزه تحت في الشونزيليزي ولا تهودوا مجي تروكاديرو مجي توليفال والدنيا، راكم تيماجينو في بالي راكم في راكم في في, في دياركم ولا راكم في البلاد، ولا بالك راكم مخلط بالك تخلطوا لكم لي سيركوي. هي ما دام تبدلت وتسقمت ونشاط والدنيا وكلش كاين، وحده تقولهم عندي كارت فيزا والاخر هي روحوا عيشوا تما. ناين حنا عندنا جيستيفيكاسيون كي رانا هاربين، وما رانيش واحد، رانا 10 ملايين اللي هاربه من الجزائر، حتى اللي ما راهوش مع الحراك ولا ماهوش مع الاحرار، لكن يبقوا 10 ملايين هاربين منهم. واذا قال لك بلي ما ندخلش فبالتالي هو عنده جيستيفيكاسيون لانه ماهوش حاملهم. لا نروح كل عام ودي قلت لك روح على عندك ورقه قطعها وروح عيش عنده، افتخر يا اخي، انت وطني، انت وطني يا سي محمد، تاك تقول انت وطني يا سي محمد. اقبض اي ريزيدونس عندك تاع اي بلاد ولا اي ولا جنسيه، شرك لها جد باباها وقول لهم انا ها هو الاخضر ونروح نعيش بها تما لداخل. يحشي لك، يحشي لك. كاين فئه خالصه وراهي معروفه، وكاين فئه اللي وصل بيها وصلوها
العصابة وصلوها بال 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 بالترهيب والتخويف وعقدوا عليهم انديريكتومو وصلوا لازم يقولوا تحية الطبون وتحية لجينيرو غير باش يدخلوا الجزائر يفوتوا لي فاكونس ويروحوا يصرفوا 1500 يورو يروحوا يحوسوا بها ويأكلوا بها ويشربوا بها ومن بعد يرجعوا يتكسلوا لعباد الله وتحوا لهم لاباشينو 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 ويجيهم احنا 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 ومن بعد تكمل ديك 15 يوم تكمل ديك المصيريفه اللي لموها في عام ويعطيها يقول لها تهلا في روحك صاحبي الله يعاون خويا ما تخسرش راسك غادي كنروح له كي نطلع لباري ولا غادي نطلع لتولوز ولا نطلع لاي بلاصه راني غادي نقول لك باللي رانا معاك غير ما تخسرش راسك انت غيري احنا شبعت مرميد شبع ميزيريه شبع لاشين الحليب شبع بصح حنا نطلعوا لك المورال ملهيه كاع ما يخسرش راسك خويا رانا معاكم رانا معاكم كاع ما تخصوش حنايا ما كاينش اللي توشينا بلادنا بلادنا وكان الناس راهي رافده الفاس وطايحه على مقام الشهيد ولا الناس راهي رافده الفاس وطايحه على القبور تاع الناس ولا الناس راهي رافده المينات ورافده النووي وتجري به في الجزائر والدبابات والدنيا اللي يسمع هكا يقول هادو راهم في حرب هادو اللي يسمع هكا يقول هادو راهم في حرب لا لا احنا راهم نصير نبدأ واحد رافد ورقة رافد ورقة دير هكا يقولهم دولة مدنية واحد يقولهم دولة العدل والقانون الاخر يقولهم حرية التعبير وانتو ما رديتهم هادو اعدو وخوانا وما لازمش ما تحضروش يا سي محمد الحق راكم دي باسيتو قوادي تعبوت في ليقا سي محمد راكم قلتو لهم ركدو اللي حاسين تعبوت عوقة ودايرين لك الحجة بالذراع بالذراع المغرب باش يلقاو سبي يلزقوا فيها برك باش يلقاو سبي يقودوا بها لهذا العصابة فقط فالعصابة درست لهم التفكير تاع بعض الإغيال درست لهم تفكيرهم كيفاش يخموا فبالتالي كريت لهم مشكل ملهيه باش وما بعد غدوا يجي يقول له هاو داروا أزمة تاع الزيت هما يديروا الأزمة ويعاودوا يلقاو لك زعما الحل هما عندهم الازمه والحل في نهار واحد هما يكري لك الازمه وغدوا كي نفس السياسه اللي كان يديرها سعيد بوتفليقه سعيد بوتفليقه يخرج لك ويحيى منا يخبطك بكريز ومن بعد يجي سعيد يقول لك بلي انا هو لو سوفير ومن بعد تحيى بوتفليقه رانا معاك 6 9 و15 و17 رانا معاك هما كرياو لك البروب هاد الناس مابغاش تفهموا ولا كيفاه انا باغي نسقسيكم هادو اللي راهم يلحسوا لهم من برا ليكم تلحسوا لهم من برا مازال ما تانتيغريتوش في لي سوسيتي تاع الخارج كيفاش الناس عايشين مازال ما تانتيغريتوش في الناس كيفاش تحافظ على الكرامه تاعها مازال ما تكش من هاش نتوما واحد قواد لحس كل يوم داير لايف لحس للرئيس تاع لايف داير لايف ريوق تاع هيسيلو يا ترى شفتوا نتوما ليش الناس كاع العام هما طالعين في الكاستات تحيه فلان تحيه فلان تحيه بو 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 بو, بو, بو مخرون تحيه بو بو زبل وتحيه بو تحيه مش عارف انا تاع الالمان وتحيه كاش نهار شفتوهم غيتوما لاصقين في العبودية لازم تقعدوا تقودوا حياتك تديها الحيس الرب وانت تعيش انت اذا قاعد يقول لك دلك جنة في الدنيا هذا طبون دل يا هل ترى دلها لك من جيبه دلها لك من جيبه دف تحرج لي المرتو راح جابت لك من آنطة جابت لك الدراهم باشك عايش بتقول يعطيك صحيته وروح راني معاك والدنيا نديرو قاعد لك جنة في الدنيا تعبدو تحطو عبد وتقعد تعبد فيه انت كان قاعد ديرو قاعد واش دالك راهي اموالك بتقعد راكم تزيد تقول لكم عايش يقول لك انا عايش في اوروبا وواحد مديبلاسي لك من اسبانيا اللي طالع لباري باش نفد لافيتا نقول لكم هادو عملاء المخزن والاخر جايك من كندا والاخر جايك من امريكان والاخر او سي محمد راكم وصلتوا للهبال راكم وصلتوا لدرجة أهبال في القوادة أهبال في القوادة وحدة دايرة لايف وقاعدة تسب في يمات الناس وطيح لي يمات الناس مع أنني وحدة كنت نحترمها وكنت زعما من ريسبكتيها وكذا من بعد وصلت السبان تاع الأمهات والسبان ف دي فوا باسكو علاش شفتها في اللايف طيح للناس بيماتهم ميتو فتوصل طيح للناس بيماتهم على جال طحان بن طحان تاع طبون اللي ماهو سمع بجد جدكم الحلوف نهائيا لا هو لا مرته ولا ولاده ولا بناته تسبوا في الناس وطيحوا للناس على جال واحد ماهوش مقيمكم اصلا ماهوش عارفكم غير باش كي تنزلوا في المطار تروح تقول البوليسي ها شوف راني سبيت فلان وسبيت فلانه باش يفرح بك لا 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 الاجون تاع لاباف ولا ديواني في المطار حتى هذوك هم كارهين مجدهم غير ماهوش مديكلاريين حتى هذوك تاع لاباف كارهين ما بغا يقول فمي وماهوش مديكلاريين
حتى بالعاب بزاف اللي راهم في 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 قال لي سوسيتي ام كارهين ما شدهم واش ديك حسن زعما كتقود لهم هكا غادي يفرحوا بيك. وصلهم لدرجه انك لازم تقود البوتعويقه باش كي تهبط باش تهبط البلاد ما يديرولكش بروبليم. وصلهم لهذا المرحله العام. كاين اللي والله ما عارف جد هذا كاع بوتعويقه وكنت هضرتها البارح. وصلهم يقودوا لهم فلي جاست باش كي يهبط البلاد يفرحوا به. باش كي يهبط البلاد ما يدناوش ليه. هادو ما بهم لا وطنيه لا والو. اللي راك تتكلم لي على الوطنيه وما الوطنيه وتقول للناس الاخرين هادو خوانه وعاملين ودايرين وانتم قاعدين تتمتعوا بالاموال تاع الاراسه وغير الاراسه وحتى ما تديش الاراسه راه معطينك ورقه باش تمشي بهم. روح قطعهم وروح عيش عند تبون لا تقدر. روح ما كاش نيفاق. ما تقول لي لا جيت بكري راني نقرا راني نخدم لا راني ندير لا والو. اللي راك جيت تقرا قول تبوني بني لك جامعه تقرا فيهم. اللي راك جيت تداوي قول تبوني بني لك سبيطارات تداوي فيهم. اللي راك جيت تعيش روح عند تبوني يدير لك معيشه تعيش فيها من الاخر. ما كاش حجه وحده اخرى. تحيه 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 مواتكم اللي ولدوكم وكبروكم وتعبوا عليكم وسفروا عليكم ما تقولهمش تحيه. باباتكم اللي سفروا عليكم وكبروكم وتمرمدوا على جاكم ما تقولهمش تحيه. تنوضوا تقودوا تبونوا تركضوا بالقواده وتنوضوا بالقواده وتفطروا بالقواده والحيس الحيس وقاعدين تجرجروا في خلق الله وقاعدين تجرجروا في 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 فئه عن بردعين مساكي راهم في الخراراهم في مكارين جد باباهم الحلو في قاع الدنيا ما يشلقي وين ما تاكل وانتم قاعدين تعيط تبون تعيط تبون تعيط تبون راني معاه راني معاه راهم عارفيني راني معاه راني معاه مال جد جدكم الحلوف وليتو خرا وليتو خرا وليتو انتم لكم مبهدلين البلاد انتم لكم كحاسبين انتم الناس اللي تنتقد هذه العصابه انتم تقولوا راهم يبهدلوا في البلاد لا هم يبهدلوا في البلاد القوادين يقول لك ها مالا راهم كاع قواوده ها مالا يقول لك راهم كاع نصهم قوادين راهم كاع الدنيا يتقود وراه يتلحس وراه هذه وين صرات الناس كي يشوفوكم تقودوا هما اللي يخلعوا كي اي جنس من الجناس في ليترونجي كي يشوف ان اوبوزون عارف بلي ان اوبوزون راه ماهوش عاجبته هادي يحوس يصلح هادي يحوس يريقل هادي ماهوش عاجبته هاد السرقه فيها نورمال سيها بصح الحاجه اللي تخلع الجناس هادي ما تخلعهمش هادي تاع مين الحاجه اللي تخلع الجناس تخلع الجناس كي تشوف الناس صبحت تصنوط تعبد بفوايو كيما اللي فوايو اللي كيما هادو وترقد بالعبوديه تاعهم هادي اللي تشوكي الناس باسكو راكم ديجا راكم في اوروب وراكم عارفين هذا الشيء ونورمالمون راكم انتيغرين سوا ديزون سوا ديزون تلعبوها باللي راكم انتيغري مع لا سوسيتي وراكم راكم تبدلت العقليه وراكم زعما جيتوا لهذوك البلدان تاع الخارج باللي بديتوا ترفدوا في التديفلوبا والدنيا ولكن اللي جاي لي بعقليه الحيس وعقليه بوتفليقه وعقليه واش انت تعلاه قعدت طلعت لاوروب اصلا كاع تعلاه طلعت عاش بكرو عنده من الاخر ما كاينش حل ما تزيد ما تلقى لي حتى سبعه ما تقول لي انا عندي ولادي هنا ما تقول لي عندي مشاريعي هنا ما تقول لي انفيستيت هنا بكري ما تقول لي والو اللي تقدر ديره هنا ولا اللي راك على جاله هنا تقدر ديره ليه اذا راك مقتنع صح مشي راك تلحس وتضرب في البروسه وتشيط صباح وليل تحت اول بلادنا بلادنا زعما الناس ما يحبوش بلادهم هاد الناس ولا خوتكم اللي راهم يناضلوا والناس اللي راهي مسبلة حياتها والناس اللي راهي شايفة المر هادي ما يحبوش بلادهم انت تتأخر راي باغي تحب بلادك بتبون بتبون كي تلحس لها عراويه ولا تلحس عراوي شنقريحات هذيك يحب البلاد عندك انت تشوفوا المنكر هكا تشوفوا واحد مسكين بيت بلحشة ما تقدروش بارطاجوها تقدروش ها ولا اللي بيدافع على البلاد تسيبوا واحد بيت للشر ما تدافعوش عليه يا سيدي ما قلنا لكمش دافعوا الاحرار والاحرار ماهوش محتاج القوادين يدافعوا عليهم والمعتقلين ماهوش خاصهم القوادين يدافعوا عليهم دافعوا غير الزوالي نورمال عادي اللي ما هو عند علاقه لا بحراك لا بنضال لهم يحزنون الشيوخه وعجايز لهم راكدين وبيتين في المغارات والكهوف روحوا دافعوا عليهم اللي راكم انتم صح تحبوا البلاد روحوا دافعوا للجنود ما دافكم تقولوا الارمي الجيش تحيا الجيش روح دافع على الجندي يا خراي دوك نحط لك انا سلسله تاع فيديوهات وسلسله تاع تصاور المعاناه تاعهم وحطوهم وانشروهم عندكم اللي عندكم صح الخصاوي تاع الصح وحطوهم عندكم وقولوا ها وراه نجي ندافعوا عليهم والله ما تدافعوا عليهم بصح هذه حاجه تتعلق بنت جنرال ولا ولد جنرال كامل 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 تجيبوا تجيبوا المواشين تاعكم تاع الحيس وتجوا تلحسوا كي تتعلق بطبون قاعد تجوا تجروا شنقريحه قاعد تجوا تجروا جنرال قاعد تجوا تجروا شي جينيرا خاصه خراي ولا خرايه كيما انت هي الدافعي عليه
وسيد من فاري فاريها علي روتور خاصه خرايه تجي تقول لها تحيه انت تبورا خاصك تقولها انت ولا انت تقولها تحيه انت عبون زعما خاصها انت بتكملي لها العوده بالعود روحوا كي هضروا على الزواوله روحوا هضروا على الناس اللي راهم في الفوضوي روحوا هضروا على الناس اللي راهم في 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 في, في البنيان الراشي في وهر سيد الهواري وبلونتير والدرب وغيرها من 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 من, من, من الاحياء اللي راهم ساكنين فيها الزواوله تما مش عارف مسكين يرقد مش عارف الصباح اللي تهود به الدار ولا يكملها ولا يصبح نورمال وفي في باتنا وفي سطيف وفي قسنطينه وفي خنشله وفي في العلمه وفي قسنطينه وفي بارتوغا وفي الجي مام في الاحياء الشعر روحوا دافعوا على هذوك روحوا دافعوا على الناس اللي راهم كل يوم البوكله عند باب دارهم باش تهود تريب للدار روحوا دافعوا على هذوك ولا انشروا لهم ولا بارطاجوا لهم ولا لا ما تبارطاجوا لهم ما تخلوا لي بارطاجي لهم ما تبارطاجوا لهم ما تخلوا لي بارطاجي لهم ما توصلوا صوتهم ما تخلوا لي وصل صوتهم بصح لو كان يقول لكم باللي تبون العراوي هضروه كاع بارطاجيوها واحد عايش في فرنسا واحد في المانيا واحد في امريكا واحد في الاخر قاعد للحيس وعايش عنده تحيا عمي طبون عمي طبون عمي طبون عمك عمك على كان طايح في 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 في, في امك لا اهل لا نسب لا 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 تقول انت القطاع هذا الناس قبضوا تلقاي ارواح بابانا قبضوا تبون ارواح نتاع عمنا قبض اللي قوا في الطريق ارواح صار لهم كيما عايش ابويا اللي تلقاه في الطريق تقول انت ابويا همكم ديروا قدر لعمركم وديروا كرامه لعمركم وديروا وقر عمركم يشوفوكم الناس يشوفوكم الناس ربما انتم تحسبوا صحابكم ولا في فاميلكم يكونوا من الداخل عندهم كرامه يشوفوكم تذلوا في ارواحكم في الله يبتعي تبوا صباح وليل ترخصتوا ارواحكم رخصتوا ارواحكم هاد الفيديوهات غادي كاع يبقاو التاريخ غادي يزبلوا تبون كي دير كي دير كي دير وجهك الناس ولات مخبيه وجوهها نهار اللي وقع فيها الفار ما الفار ولو يخرجوا في الفيديوهات تاع تحيا ابو تعويقه الناس ولات تمشي بالملحفه في الطريق بالتبهديله اللي صارت لهم بعد ما طيحوا بعد العصابه بروحها قالت بلي هادو عصابه القايد قال لكم هادو عصابه كي دير قاعد تلحس اما حشمت على روحك حشموا على اولادكم وحشموا على احفادكم اللي غادي تقولوا لهم عار مرا 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 كي الجدره مرا كي الجدره قاعده تحيا طبون تحيا طبون ديرها في القدره وما طيبش قاعده تحيا طبون والاخر دوا كي البغل الجسم تاعها في 30 متر طول و40 متر عرض كي البغل شلاغ ما يكتفو 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 دوار وقاعد يجري وريو قاعد يصيل ويسالي فيه يصاري فيه مصاري ديروا قدر لعمركم وديروا ديروا شان لعمركم وديروا ديروا هبه لعمركم ديروا هبه لعمركم وديروا كرامه لحياتكم كاع العام وانتم تقودوا كاع العام وانتم تقودوا كاع العام وانتم تلحسوا كاع العام اللي يجي تقعدوا تلحسوا له جا تبو تفليقه لحس له جا ويحيى لحس له جا سلل لحس له جا تبو لحس له جا القايد لحس له جا تقعدوا غير هكا انتم في الحيس نهار ما تراطوش نهار ما يراطوش تقول ترى ميفوتوا في الامتحانات نهار ما يراطوش لازم كل يوم كل يوم لازم كيحلوا اللايف لا بغاو يهضروا على الكاطو يجبدوا طبون لا بغاو يهضروا على الطبيخ يجبدوا طبون لا بغاو يهضروا على السكس يجبدوا طبون لا بغاو على اي حاجه يجبدوا طبون على اي حاجه وصلوا بصبع وبصبعيه كي راندفو بعضاهم يروحوا باش يخرجوا يفوتوا لقطات ولا موقات حميميه في هذيك الحميميه يتباوسوا يهضروا على التبون يتباوسوا تحيه التبون في البوسان وتعنيقة في وسطها تحيه التبون ماكم وليتوا هاك مامي هادو راهم 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 خراوكم في رصاكم هادو وزادوا خلعوكم بالعتقالات خدعوكم خلعوكم في 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 في, في الحبوبه الكحله وليتو لازم تقود لهم باش تدخل لالجيري وما كاش ليه يهضر معاك لازم تلحس لهم ماكش مجبر خويا باه تلحس لهم حنا ما قلنا لكش لازم لك تكون مناضل ولا ما تكونش مناضل هذيك حياتك واحد ما يفرض عليك يقول لك كون مناضل ولا ما تكونش مناضل هذيك حياتك هذيك عمرك ما كاش اللي يجبرك لان النضال ماهوش بيدعيك ليه ناس النضال قناعه الدفاع عن الزواولة قناعة، الدفاع عن البلاد قناعة. هذه هي القناعة الراسخة في رأس أي واحد، أما أنك تلتزم الحياة فمن حقك تلتزم الحياة، وكم من ناس كانت ملتزمة الحياة حتى في وقت الثورة. تلتزم الحياة بصح باش تكون قواد، هذه من اختيارك خويا. هذاك الاختيار تاعك. هذاك اختيارك باش تكون لحاس. لأن ما عندكش وجه اللي تحشم به. ما عندكش وجه ولا ما عندكش عليه تحشم كلي قلت لك اسحب كلامك او ديرها مشيت تعطيها ديال الروح اسحب كلامك
داخلينها الحيس وداخلينها بينا قلت لك شفت فيه لايف وقع فيها التطياح والسبان والدنيا باليمات بورتو تسيبهم زعما ماما انتوما اللي تمثلوا تبون وتقعدوا تدافعوا على هذا الطبون ماما تكون عندكم قيم تكون عندكم اخلاق سواديزون حتى باش ما تبهدلوش لان كي تشوف تبون يدافعوا عليه غير العرايا غير العرايا والعريانات غير اللي فيغار غير الزبل في الزبل اللي يدافعوا على هذا الطبون نفس الشريحه نفس الشريحه كش ما شفت واحد بوزي ودنيا وكذا ويدافع عليه ما كاش لا عارفين فوايو عارفين سان فوايو خوانا راح يقولي خوانا الولد نزار راح يقولي خوانا الولد توفيق راح يقولوا خوانا ولد الجينيرو راح يقولوا خوانا اللي عندهم الشكاير تلقاهم في الطريق تقول لهم انتم خوانا تلقاهم في الطريق كي تلقاهم في الطريق فايتين ولا ماشيين تقول لهم انتم خوانا مخير فيكم يبدل الطريق ما عرفكش ما قال ما نعرفكش اخرب بلادي نحسبك بنان مخير فيكم يلقى سعداني في الطريق يدور الطريق مخير فيكم يلقى بوشوار في الطريق يبدل الطريق مع انه عارفه باللي عصابه وسرق مخير فيكم يلقى الغالب القصير يبدل الطريق في هاد اللحاسين هادو اللي راهم قاعدين داخلين علينا خوانا مخير فيهم يتلاقى لطفي ولد نزار في باري ولا في برشلونه في اسبانيا يبدل الطريق ويلعبها يعمل نفسه ميت وعلى خاوتهم الزواولة قلالين اللي عارفين ما عندهم سلطه ما عندهم والو يجي يقعدوا يستظلوا يسبوا فيهم في الـ في الـ في الـ في الـ في, في الجيستات كيما قالت لك الدراما قالت لك يزيدوا يسلموا عليه ويعنقوه اي بيان سير يسلموا عليه ويعنقوه ويقول لها بول عليهم من فوق قاعدين غير تشوفوا عايشه ابويا اللي تلقاوها في الطريق تقعدوا لازقين فيه وتجروا مورا يطبون 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 تحيا طبون تحيا طبون تحيا طبون تحيا طب شد جدك طبون هذا شد جدك تروح تسيبهم عايشين في فرنسا وقاعدين يلحسوا لهم في الخارج يروح للكونسول يبول عليه ابسط خدام في القنصليه ابسط خدام في القنصليه يخرع عليه تحيا طبون تتبات عند القنصليه باش تجي باسبورك باش تجيب باسبور تبيت تحت قنصليه من 3 تاع الصباح وانت قاعد تحك فيها تما حتى الغدوه من ذاك العصر قاعدين عايشين بالذباب تحيا تبون في التعليق عايش بالذباب ذباب عايشين به عايش الفيرتيال خرج قولوا حبسوا رانا تهمنوا او أميرة براوي يو القنصلية تاع الدبلوماسيين الفرنسيس والمخابرات تاع فرنسا ورانا درنا وعملنا ورانا استدعينا السفير وزيد سخنوا لهم الفرفارة حتى ولا تلهب انا كنت عارف على المونوبول جي درت لهم لايف قلت لهم ها واش صار طاف 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 رد عليا كي شفت فيها مانيبيلاسيون كبيره قلت لهم رد عليا السوجي ها واش كاين في السوجي ها واش ما كاش قال لك لا هاو بدا يغطي على المخابرات تاع فرنسا هاو بدا يغطي هاو عجبتني هذه الكلمه هاو خرج لكم وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه البيان الصحفي تاعه راه قدامكم لي بارطاجيت لكم في لاباج مختصر تاعه قال لكم امر عندها الصح حشم باش يكتبها لكم عبد الفتاح قادري قال لكم امر ديزاد عندها الصح ولا كبغى يقول لكم روحوا تفرجوا اللايف تاع امر ديزاد بيان صحفي عملا باحكام الماده 11 من قانون الاجراءات الجزائيه روحوا تفرجوا اللايف تاع امر ديزاد امضاء وكيل الجمهوريه السلام عليكم ديريكت كتبها لكم هكاك تبعكم هكاك في المجتمعات نورمال يدخل ليكول يقرا نورمال عادي يقرا مع اهلي يقرا نورمال احنا تسبها في فرح على بالك شويه يقرا معايا على بالك نوع على بالك يقرا معايا ود كولونيل فرحان بيك شغل هو ود كولونيل شغل هو عايش معاه في ديك الفخفاخه وكاع فرحان سعيد وطاح عليه السعاده وكاع قرح ود عقيد في الجيش والله يقعد قدامي ليه يقعد ليه قدامي نشوفها الصباح ونشوفها الحشيه وكاع والاخرين يقوله ونورمال يتمشى على رجليه ويتنفس وكاع هي والله نورمال سبحان الله يقرا معايا وكاع وعاديه
هي بصح مفترق طرق ولا تيرمينال؟ تيرمينال مفترق طرق. انت تروح تجيب اول حاجه تجيب يا جوره حباب ليك وتهرسها من القنوته وتفوت فيها السلك هذاك المكيزز باش تدير بها ريزيسونس طيب بها القهوه. هو باري ثم مفترق طرق ثم يقول لك دمت في رعايه الله وحفظه اخونا الفاضل وروح كملها مع المنظمات والتنظيمات الطلابيه ثم باش يحرثوا عليك. وروح جيب الحبه تاع البريك كالعاده والعويد تقبها وفوت فيها الخيط ولازم تفوتها باتقان. حرص ينقطع لك حرص الخيط ينقطع باش تكون بعد ما يوليش يطيب لك القهوه ويطيب لك فريت اومليت بالبيض الداخل ما توليش فريت اومليت بالبيض ما توليش طيب لك ثم لو كان يقطع لك تريسيتي. لازم لك تكون حكيم في هذه. إيه ما قريتش عليها انت في الفيزياء هي لازم لك تبدع لازم تثبت القرايه تاعك بلي هذيك ممارسه في الحياه.